من كفر اللي يرادوا الرئيب من إسرائيل وعلى وحي الدنبي أو كوري ما دو سمين جري أدو دون هوين هذا وأدو دون هيرا فأتت امرأة ناس عطاوتي المالك الدنبي قبر يروق الحسن باوتمي فأعداها 60 دينارا حقا العقو لهاي لحدا دينار بوفرتك ساري على أن يضاها لكن لحدا ما انت اسكا قالوا لكن سوكا يديبور ما انت اسكا باشالني فقبلته ويكا أقبش فلما قعد مقعد الرجل من امرأته مركو فريستي ننكو باشا وهوين ايدي سكفرست ارعدد وبكت بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قوضي ارقاق حبا اكور رعي اوي جرايسي مركاسي هدنا ايدي وانا دول فردي يعني فقال وحو يري اكرهتك ما يبكيك اكرهتك محاكا وهنا يوم ميانكو اقرائي قالت وحيت لله اماذا اكراهين واماذا قصدينه ولكنه عمل ما عملته قط وشقو انا ولغي سمين بيت وما حملني عليه الا الحاجه ما انت رباهي ام باي جيت مو بي مرنا ما يلم بيت ما شاء الله دبر محسنه او دو صوم بيه وادم بي انا ولغي سمين بيت وعمل انا سمين وما حمله عليه الا الحاجه دم باي وحمر باهي باو جيت تمام وكيف تاجي فقال وحو يري تفعلين انت هذا هذه قد باتيسن وباهن ميا سيدان يلي الهي عبسيدي سلوي وما عملت وما فعلت انا ما يلي ميا اذهبي فهي لك اراد اسك تكبر العقد قالوا ادا اسك له ثم قال وحو يري لا والله الهي ما كنت ارتي الا احصي بعدها ابدا قبل بعد قد ان انا تم دم نقولي والله ما كنت ارتي لا أعصي بعدها أبدا مردا بإلهي عاصم ماي فمات من ليلته أبين كيف وعد النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح مكتوبا على بابه واجب أبري مركو أبين كيف مجد سكوري كبري واجب أبري الباب كيف سوحاك قرن إن الله قد غفر للكفل إلهي وأدن بلا في نكي كفل ما شاء الله إلهي نحرين في سوى سحسن ولا لله رحمته واسع وهي سبحانه وتعالى امام الترمذي بحديث كاورنيه